ايه الاخبار يا سليم؟ مبسوط معانا اليومين ثلاثه اللي قعدتهم هنا؟ والله يا باشا كله زي الفل، بس سعادتك كان في حاجه بصراحه مش فاهمها. خير؟ الواد اللي اسمه حماده تايسون. الواد الديلر ماله؟ الواد الديلر؟ هو سعادتك عارف انه ديلر؟ طبعا، وانت عايز المنطقه كلها تبقى عارفه انه ديلر وانا رئيس المباحث معرفش. جرايه يا سليم ولا بتاع بليله؟ لا يا باشا العفو ما اقصدش طبعا، بس سعادتك يعني ده ملوش ولا محضر عندنا في الاسم. الواد ده اصل حويط قوي، وكبسنا على بيته كذا مره، لا لقيناه ولا لقينا المخدرات. بس ده معناه ان في حد من هنا بيبلغه؟ اه طبعا ليه عصافير. بص لي كده ليه يا عم؟ بكره لما تقدم هتفهم. يا باشا افهم ايه؟ افهم ان الاسم فيه شويه عصافير لشويه عيال مسجله؟ جرايه يا باشا، ده احنا اللي بنطير العصافير. هي اللعبه ماشيه كده. احنا نحط عصافير وعيون عند بتوع المخدرات، وهم يحطوا عيون عندنا. هما مره يكسبوا واحنا مره نكسب. ايوه سعادتك يعني ما حاولتوش تعرفوا مين اللي بيبلغه؟ افرض عرفت وجازيته حبسته، ايه اللي هيحصل؟ يومين ثلاثه وهتلاقيه زارع واحد تاني هنا، ده اذا ما كانش فيه غيره اصلا. صح. طب سعادتك انا بستاذنك يعني تسيب لي الموضوع ده شويه. طبعا اتفضل، بس نصيحه من اخوك، لو ما عرفتش توصل لحاجه ما تزعلش. قبل ما امشي بس كنت عايز اسال سعادتك على حاجه. اتفضل. زنيتي؟ ماله زنيتي بس؟ انا عارف ان واد رزل وانت مش بلعه، بس صدقني عشان تعرف تمشي امورك هنا في الحته المهببه دي انت محتاج واحد زي زناتي. انا ما قلتلكش انك توافق على اي حاجه غلط، بس مشي امورك معاه، فاهمني؟ والله ما عارف ادى الفعل، كانت ناقصه اخر معاهم المباحث الجديد ده. ما كلهم بيعملوا كده في الاول وفي الاخر بيجوا على حجرك، خلصانه بالراحه. لا ياض، ده شكله حاططني في دماغه من اولها ابن الجزمه. العمل يا صاحبي بشوقه بقى، اتعدل وربنا هداك انا بها، حب يقرفنا القرف مفيش اسهل منه، وبالاصول وبالورقه والقلم كمان. ايوه كده يا ملك، مش زناتي اللي غلبوا ابن امبارح زي ده. خليها على الله. يلا المعالي يا سميحه قبل ما الاكل يبرد. يلا يا جماعه بسم الله. يلا يا اشرف، عايزك تاكل كده وما تتكسفش، انت عريس ولازم تتغذى. ما كانش له لزوم يعني يا عم ابراهيم تكلف نفسك الاكل ده كله يعني. يا سيدي تكلفه ايه واحنا هيجينا اعز منك؟ احنا خلاص يا استاذ اشرف بقينا اهل، وبعدين يعني ده انا بديك نور عيني ونور البيت ده كله. ها يا بنات، انت عايزه كفته ولا كباب يا ملك؟ خد يا حبيبتي الكفته اهي. خد يا ماما، خد يا ماما، بسم الله يا ماما. وانت يا رؤية كفته ولا كباب؟ ما اسميش رقية، اسمي رقية. ايوه صحيح رقية، ده انا نسيت ان انا اللي مسميكي. بسم الله ما شاء الله، خد يا رورو. يلا حبيبي بالهنا والشفا يا ماما. يلا حبيبي ايه ده كله؟ ها؟ مش كنت انا عملت لكم لو قلت لك؟ الحمد لله ربنا وكرمك ومشى الحمد لله. ازاي؟ احكي لك بعدين. يلا يا جماعه بسم الله. بسم الله كل حبيبي كل رحيم.